يقولون احدى الاشياء الخطيره جدا تحطيم نفسيه الطفل في العائله. طبعا هذا ينسحب على كل افراد المجتمع. الام عندما تقول لابنها او بنتها انت اي شيء ما تفتهم. انت ما يمكن توصل الى اي مكان. هذه الكلمات المتداوله عندنا مع الاسف، في عوائلنا، في بيوتنا، في مجتمعنا. تدرون هاي الكلمه تروح 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 الى عقله الباطن. يمكن لا يشعر بها شعور واضح. لكن كلمة انت فاشل اللي تلقاها من ابيه او من امه هاي موجوده في اعماقه في كمونه كل خطوه هذه كلمة انت فاشل تاثر عليه هذه الحالة الموجودة في المجتمع مع الأسف تحطيم الروحية تحقير الآخرين كلش خطيرة تحقير مو كلمة وتنتهي تحقير هذه تتحول إلى جزء من مكونات العقل الباطن الله تعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب لا تطلقون على فد واحد لقب سيء هذا مو فقط يعبر عن رذيلة أخلاقية هذا يحول الفرد إلى فرد فاشل في الحياة الأفراد غالبا روحياتهم ضعيفة تحطمهم الكلمة بعكس هنالك بعض الأفراد اللي عندهم طبيعة التشويق وطبيعة التحريض وطبيعة الدفع وطبيعة الحث الله تعالى يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين في تلك الآية تحريض حث عندما تقول للطفل أنت الأعلى يجب أن تكون الأعلى هذا يدخل في نظام قناعاته وفي كيان النفسي والروحي في حياته دائما يتصرف بمنطق أنه الأعلى العلو المعنوي مو بمعنى الاستكبار وأنتم الأعلى